سعيد زيكم بالظبط، لان انا مواطن عايش في مدينه السويس، مدينه جميله وبعشقها وافتخر اني بشتغل فيها. وكان يهمني جدا 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 احلى منظر بشوفه في السويس كل يوم، زي ما حضرتك شايف لما اروح الشارع واحده ونص اثنين، ان انا اشوف الاطفال والاسر بتلعب على الكورنيش وعايشه حياه امنه على الكورنيش. ونفسي ان يبقى هذا المنظر مستمر على طول، احساسهم بالامن وان هم موجودين بيستمتعوا بمدينتهم الجميله دون اي مشاكل امنيه. كان هدفنا من سرعه القبض على الجناة اولا توصيل رساله لاي واحد بيشاور عقله، فمخالفه القانون او التعدي على المواطن ايا كان هو مصيره السجن. ثانيا الاسر تطمئن وتعيش حياه امنه في مدينه السويس بعيده عن اي حد ممكن يفكر انه يتعدى عليها. نيابه عن شباب السويس، نحن نشكر سيادة اللواء عادل رفعت على مجهوده الجبارة، ومن الأمن راجع تاني مدينة السويس، لأن مدينة السويس معروفة فيها يعني في انفلات أمن كبير، والحمد لله الواقع أثبتت إن يعني الشرطة شد حيلها، وإن شاء الله السويس ترجع زي الأول وأحسن بإذن الله. بقيادة اللواء عادل رفعت وإن شاء الله رجالة بتوعه إن شاء الله بإذن الله. أنا جايين النهارده مع مجموعة الشباب، يعني بيمثلوا كتير من شباب السويس، هم عايزين يقدموا التحية والتقدير ل يعني للامن في السويس، طبعا على راسه سياده اللواء عادل رفعت، انه القضيه دي كانت شغله الراي العام في مصر كله، وكانت سببت قلق لناس كتير انه ممكن يكون في جماعات بتحاول ان هي تفرض يعني فكر معين بالقوه بالشده في الشارع. ده طبعا امر مش مسموح به. المجهود اللي بذله الامن في الكشف عن القضيه والقبض على المتهمين في وقت قياسي، ده بالتاكيد يعني انعكس على الراي العام انه هداهم وفهموا الحقيقه ايه، واتضح انه الامر مجرد مشاجره عاديه، ولكن كانت من بعض الشباب ينتموا الى التيار السلفي، ولكن ده مش معناه انها ادانه للتيار السلفي، دي حاجه تخصهم هم، ده امر شخصي. في النهايه احنا بنوجه التحيه للامن في السويس، وبنعول عليهم كتير في ان الامور ترجع لطبيعتها مره تانية في مدينه تستحق كل شكر وكل تقدير من اي نظام ممكن يحكم البلد فيما بعد، لان البلد دي كان ليها الفضل في انه تقوم ثوره وانه يتغير نظام وانه يبقى في قواعد جديده تحكمنا في الفتره اللي جايه. ان كانت الثوره قامت في المقام الاول ضد الشرطه، فاحنا باللي شايفينه انه الشرطه بدات ان هي تعود مره تانية للوضع اللي المفروض تكون عليه، انه تمتثل لقواعد واحترام قواعد وقوانين حقوق الانسان. ان شاء الله نتمنى انه دي تكون بدايه، وان المشوار يستمر من احسن الى احسن ان شاء الله.